السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم سعد الحمادة من مطعم جولو جورمي. يا جماعة أنا ما بحطش مية في المعس، أنا يا دوب بحط الكيس في مية سخنة عشان العسل يفك بس، وببدأ أضغط أهو العسل. نبدأ أضغط. بقول لك يا معلم سعد، سبب تحصير المعسل إيه؟ دوت عشان لما تيجي، لو أنت حضرتك بتاخد المعسل على طول كده وترص على الحجر، الحجر هيتحرق والمعسل هيضرب فوق السلفر، فمش هتحس بحرقان بتاع الحجر. انا ليه بنزل العسل دوت؟ عشان بخف الحرقان بتاع الحجر بس. الناس اللي هي بتستعمله بس، يعني الناس اللي هي مثلا ايه حاطه كيلو في البيت مثلا ملوش تعصره، تاخد شويه بشويه تعصره، لو هتسيبه فتره طويله في البيت مش هيجرى له حاجه، بس احنا عشان شغالين على طول فاحنا لازم نعصره على طول. وان شاء الله